مرحبا بكم في حلقه جديده، ابيزود جديد، ابيزود الاخر ديال هاد لافونتور ديال ترافل اراوند موروكو ود مانبا ود فان مع الفليفله. هاد الابيزود غادي يكون ديال الجنوب ديال المغرب. زين نعدلوه بالطريقه اللي كانت الناس الاولى تعدل. ما شاء الله خصوص الجوها ناس طيبين. الله 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 كي دايرين انا مانبا فام؟ نتمنى تكونوا بخير. جينا اليوم في تغازوت بحال اللي شفتوا. اليوم ان شاء الله غادي نشدوا الطريق باش نمشيو للداخله، ولكن باش نوصلوا للداخله راه كاينين بزاف لي زيتاب. ترى من هنا للداخله تقريبا واحد 1000 كيلومتر، 1000 كيلومتر شي يومين ولا 3 ايام ديال الطريق. زائدا بالفليفله اللي قدا قداش. احنا غادي نشدوا الطريق دابا لسيدي يفي. اول ستوب درنا هي البحر ديال الغزيره، غادي نشوفوا داكشي اللي كاين حدا سيدي يفني قبل ما نمشيو للكامبمون. سيدي يفني نعسوا ليها ترونكيل، واحد الكامبين عادي. ها هما الناس كيلعبوا الكره. والله الا حنا عندنا الكره سبور ناسيونال. شوفوا ليا هادشي، هادشي شحال هادي، وبغيت نجي لهاد البحر هذا. دائما كنشوفو في الفيديوهات وفي التصاور، وما عمرني قلت شي نهار في حياتي غادي نقدر نشوف هادشي. صباح الخير لا مانبا فام. ناسنا اليوم فواحد الكامبينغ في سيدي ايفني. كامبينغ ماشي ماشي شي حاجه، لكن البحر مواج، البحر مسخ. عاوتاني غادي نقول لكم جمعوا حوايجكم ملي كتكملوا من البحر. جينا هنا باش نتغداو الخضرة. السلام عليكم. تغدينا الخضرة اول جود. يلا شدوا الطريق دابا، نمشي لواحد السبوت زويون باش نفطر. وقفنا في وسط والو، في وسط الخضرة. واش شتو؟ هذا هو الربح ديال الفان لايف. مره مره ما كيكونش سهل، حيت راه كعيش فواحد لي سباس صغير، مابقاش عندك الماء، مابقاش عندك الضو، كتفكر فين تقدر تستاسيوني باش تنعس، سيكوريزي با سيكوريزي. ولكن في النهار ملي كيكون عندك واحد الجو بحال هكاك وما كيكون حتى واحد فهاد السراوندينغز هادو، this is the real enjoyment of van life. قالت لينا 815 كيلومتر، كاينه داكار، كاينه ابيدجان، ابيدجان كاينه الطريق حتى لابيدجان. حنا غاديين الاولى، بعدا غاديين الاولى الداخله، غادي نوصل الداخله ونرجعوا صافي. او بزاف لا مونبا فام. دابا راني في واحد البلاصه في العيون، قلت لها ني واش كاين شي كومبين هنا، عطاونا هاد البلاصه هادي. هاي الكرفان فين كاينه لي زيكسبيريونس ديال الكومبين. عقلتو البارح قلت لكم الناس واحد كومبينغ ولا في واحد باركينغ، ودابا راه جراو علينا البارح، جراو علينا من داك الباركينغ. من داك قلت لي انا كان اوتيل، دخلنا في باركينغ ديال الاوتيل وقالوا لينا زعما قبل ما ندخل في باركينغ ديال الاوتيل، قلت لي واش كومبينغ؟ قال لي اه. دخلنا صافي بلاصينا داكشي كامل، قلت تقريبا 15 دقيقه جاء دق عندي قال لي واش غادي تطلع وتاخذ واحد لاشق؟ قلت لي لا، غنعس انا في الكرافان ديالي. قال لي لا ولكن ما عندكش الحق. دونك مشينا خرجنا ونعسنا غير في واحد الباركينغ هنا. دابا اخر لين دغوات غادي نمشيو للداخله، عندنا 5 سوايع ديال الطريق قبل ما نوصل. جينا حتى للداخله ودارو لينا واحد المخالفة. مخالفة ديال السرعة مشوية عليكم. المهم ماشي مشكلة، دارو خدمتهم، دارو خدمتهم هاديك. مشينا في السرعة، قالوا لنا بلاكة ديال 60 وانت غادي 77، ماشي مشكل. احنا وصلنا
الداخلة الحمد لله. باش نتعرفوا مزيان على داخلة ضروري كان خاصني نلقى شي واحد اللي يعيش هنا مش حال هادي، وهنا فين تعرفنا مع توفيق باش يعاوننا نتعرفوا اكثر على الثقافة ديالهم. كي جاتك انت المعيشة في الداخلة؟ المعيشة في الداخلة تبارك الله ما شاء الله زينة. المواد الغذائية كاملة، مرة تطلع مرة هابطة مرة طالعة. دابا كاينين شي ناس كيجيو للداخله، كاينين الناس تبارك الله ما شاء الله الزبناء تبارك الله من اي بلاصه، كاين اللي يجي من فرنسا، كاين اللي يجي من بلجيكا، كاين اللي يجي من هولندا، كاين اللي يجي كلشي، والداخله هي جوهره الجنوب. وخدمتك شنو هي بالضبط؟ نحن نخدم هون المجوهرات. مجوهرات احنا خصائين باش نقالوا المجوهرات. هذه الخدمه اللي هي نحن وردناها من الوالدين ديالنا اوكي باش علمونا هاي الخدمه اللي هي، وانا من اول خبره قال لك حرمت بوك لي عقل بوك. هنا عندهم واحد العربيه ماشي بحال ديال نيد الدارجه، عندهم العربيه سميتها نحن عندنا شينغال الحسانيه، العربيه الحسانيه اللي كتقرب العربيه الفصحى. هنا تلاقينا مع خديجه مولات المشروع اللي ورتنا كيفاش كنصوبوا الاتاي الصحراوي. اي حاجه للداخل ولا جاي اجل اي منطقه وخذها بحب من الاول تلقائيه وبحب وجماليه، يعني فكر في الصوره الزوينه وهذاك في اسمه كتعطيه كتجذبه، وخصوص الداخل سبحان الله فيها واحد السحر ما شاء الله، خصوص الجوها ناس طيبين تبارك الله، كره ماء ما شاء الله، عندهم البساطه الراحه يعني كيتعاونوا مع بعضياتهم ما يفوتوش بزاف تاع الحوايج. هذا هو الصمغ العربي، عنده بزاف المميزات على الذات وعلى البشره وعلى الجمال، يعني كي هذا شي حاجه طبيعيه كتنتجها شجره الطرح، يعني فيه بزاف الانواع ولكن هذا تاع شجره الطرح النور الجيد ديالو. اييه هذا هو الصمغ العربي، كاين مزيان يعني مزيان في العلاجات في البشره في الذات، يعني كينظف الذات من الداخل، يعني عنده منافع داخليه اكثر من الخارجيه. كنخدموا مع السياح مع التوريست مع الناس اللي كيجيو اجانب من جميع الدول تبارك الله، كنلقاوهم كيجونا هنايا مثلا كنرحبوا بهم كنديروا لهم الشاي الصحراوي كنعرفوهم بالثقافه الصحراويه، يعني اللي تعلمنا من الناس ديال الصحراء وديال هنا كنوريوها لهم مثلا نعسوها لهم، في نفس الوقت كنبيعوا المنتوجات المحليه ديال هنا كنديروا الحنه. من بعد ما استفدنا على لالا خديجه بغينا نعرفوا اكثر على اللباس ديال الداخله اللي معروف بالدراعه. ما يسمى بالدراعه عند المجتمع الحساني البيضان، وحنا مازلنا محافظين عليه ومزلنا نعدلوه بالطريقه اللي كانت الناس الاولى تعدل ونلبسوه بذيك الطريقه. بشحال الوقت كيشد؟ كيشد باليد، كيشد سيمانه باش دير لبسه وحده. باش دير لبسه وحده باليد. واو سيمانه 10 ايام باش دير لبسه وحده، اللي تعود له تصابوا باليد، اللي تعود تصابوا بالماكينه فيه كيحتاج 4 سوايع أو 5 سوايع، وفيه كيحتاج يوم حسب النوعيه. المحل ديالك سميتو؟ محل الشيخ الكنتاوي. الشيخ الكنتاوي فين كاين بالضبط؟ في زنقة الزرقيين في مدينة الداخل. باب الناس ديال برا مرحبا بهم، مرحبا يتعرف به الناس، ياسم الناس ما يعرف ان شاء الله. زي تقليدي جميل ويحتاج للرزانة ويحتاج للباس والإنسان يعود محترم. دابا غادي نمشيو نشوفو كيفاش كيصوبوا كفتة ديال الجمل. ما يمكنش نجي حتى للداخلة بلا ما نجرب لحم جمل عند أشهر واحد هنا. شنو هي هذه اللي حطيتي؟ البصله ربعه شويه. البصله ما سمعتكش بلا حتى حاجه. اها فهمتي ربعه. عندو خدمه الكفته ديال الجمل، ما عمرك ليت الجمل؟ ما عمرك ليتو؟ ناكل اليوم. ها اليوم غادي ناكلو ياك؟ ما عرفتش انت شنو هذا الجمل. ايوا حنا في كازا ما كناكلوش الجمل. انت من كازا؟ اه مغربي انا. مغربي وخطيب مغربي يوتيوبر في المغرب. ما كتعرفش ما تخافيش. تبارك الله. دابا شنو المذاق ديال الجمل؟ دابا مولف بقريه. اييه اييه مولف هذيك. اييه غتاكل هذا غيجيك في الشكل بصح غيجيني شي وقاص حلا؟ لا ما عمرني شي نهار في حياتي فكرت غادي ندوق اللحم ديال الجمل. هي كفته ديال الجمل، ندوق كفته ديال الجمل ندوقها سيك، ولكن الصراحه مذاقو واعر عامر بروتينات وفيه بزاف الفيتامينات. الداخله كتفرق الحوت لجميع مدن في المغرب وفيه بزاف الانواع ديال الحوت اللي واعرين. الصراحة ما خيلتش الناس غادي يستقبلوني بحال هكاك. روبينا هنا جابوا لنا لي كادو وحنا غادي نشوفو. وعجبني الحال بزاف، حلوا لي باب دارهم ومحالهم باش نقدر نعيش هاد ليكسبيريونس ونبارطاجيها معكم. ها 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 ها
انت كيجيبوا لي الكادو هاد بزاف تبارك الله. انت كبرتي بينا جيتي من الشمال انا والله هذا اضعف الايمان هذا اضعف الايمان. يعني دابا هاد الرقوه هادي توارثه عبر الاجداد اييه من اجدادنا واهلياتنا وهوينا كانوا كيربوا في الصحراء فهم، واللي كان عندهم من مصدر العيشه والثروات هي الثروات الحيوانيه الاغنام الابل فهم، والابل كانت كتسرح في الخلاء فهم، من كيبغوا يعدلوا يعدلوا كاس ديالها تاع فهمت في هذاك الخلاء كتكون الريح وهذيك الريح كتجيب الشعر ديال الماشيه او كتجيب هذاك العجاج كيطيح هذوك الحبيبات ديال الرمله. هاد الرغوه هذه كيمزجوها باش تبقى لهم فلتر. اه سي توفا كبروا بينا دابا الناس كي جاك دابا والله الا كبروا بينا جا دابا مشكل توفا كان خبارو ما قال لي والو. علاش ما قلت ليهم؟ انا عيط ليا قال لي معاش غتجي غادي نجيو مع هذيك السبعه قال لي المهم راه كاين سيربريز راه كاين السيد اللي كيدير هذا الفراش تراديسيوني راه موجد واحد الكادو لياسين مزيان قال لي انا وجدت له واحد الدراعه لباس صحراوي مزيان ولكن ما قلتهاش لك. والله الا ما قالش لك ناري شوف خيز ولا شوف خيز غادي نمشيو نتعشاو مارو ولحم بلا تراديسيونيل ديالهم عرضات علينا خديجه غادي نمشيو عندها. كي داير؟ لاباس صافينا في الكاميرا ما تصافيش كلشي عند ما تصافيش ما تصافيش قول لهم تابونا 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 يلا. من كرم ضيافه عند الناس ديال الداخله انهم كيستقبلوك في ديورهم بالتمر والحليب الطبيعي ديال الجمل. هي ما فيها لا زيت لا عطريه لا والو. طبيعي فيها شويه الدروه وشويه من الملح قليل من الملح فيها اللحم اصلا مالح مانيفيك فيه نسبه. ايوه شفت الفيديوهات وقلت ضروري غادي ندير داكشي صحي تبارك الله. والله الله يا الصحه هي اهم شيء عند الانسان ياك الصحه وراحه البال رزاق مولانا. شوف اللحم ديال الجمل هذا كبير شويه في اللاش داك يكون كبير مثلا شوف هذا كيكون اللحم قاصح كيكون صحي اللحم ديالك يكون واخد الاعشاب مثلا تاخذ هذا الدواء خاصك تاخذ يعني ديال النبل الكبير كتكون كي يعني كيكون مستافد من الاعشاب. شحال سنه دابا عند والو؟ لا والله ايوا لا مون بافا وصلنا للنهايه. الصراحه فرحان حيت تلاقيت معكم في هذه الرحله وتعلمت منكم بزاف د الحوايج. شفت بلي المغرب واحد البلاد زوين بزاف، زوين بالطبيعه ديالو وبالناس ديالنا المغاربه. الشعب مضيف لواحد الدرجه كبيره ولكن كما عرفتوا كل بلاد فيه الزوين والخايب. الزبل بحال هكا علاش زعما ما كنفهمش والله ما كنفهم. هاد ليكسبيريونس وراتني وعلمتني بزاف د الحوايج وهادشي كامل ما نقدرش نديرو الا نتوما ما كنتوش هنا. كنشكركم ونحبكم كاملين.